المرتبه الاولى، المرتبه الاولى هادي بن محفوظ رقم 235 في ملكيه السيد جغاد خليل، حصل على 85.50. المرتبه الثانيه جبال البودور رقم 234 في ملكيه السيد المسقي منير، حصل على 34 نقطه. المرتبه الثالثه فاروق رقم 237 في ملكيه السيد العلولي حفيظ، حصل على 80 نقطة. المرتبة الرابعة محفوظ جوج رقم 252 في ملكية السيد جغاد مبارك، حصل على 79.50. المرتبة الخامسة النهيم رقم 241 في ملكية السيد الهويم إدريس، مجموع النقاط 89.50. المرتبة السادسة دوغلاس ثلاثة رقم 245 في ملكية السيد العباسي سعيد، حصل على 79.50. المرتبة السابعة دنزل ثلاثة رقم 244 في ملكية السيد جغاد مبارك، حصل على 78.50. المرتبة الثامنة إمير عوفات رقم 243 في ملكية السيد العلولي حفيظ، سجل 78.50. المرتبة التاسعة العبابسي رقم 239 في ملكية السيد الحداوي هشام، حصل على 78 نقطة. المرتبة 10 فارس رقم 242 في ملكية السيد رافيا عبد الواحد، حصل على 78 نقطة. المرتبة 11 حنين رقم 246 في ملكية السيد العلولي حفيظ، حصل على 77.50. والمرتبة 12 توري رقم 250 في ملكية السيد المرضي عزتين، حصل على 77.50. مبروك للفائزين. والآن أمامكم الفئة التاسعة والمخصصة لمهور 3 سنوات.
Thank you.
إليكم نتائج الفئة مهور 3 سنوات. في المرتبة الأولى المهر رقم 260 ود الكنوز في ملكية قلبي أحمد، حصل على ما مجموعه 82 نقطة. المرتبة الثانية واسمين رقم 272 في ملكية العيد يونس، حصل على ما مجموعه 82 نقطة. في المرتبة الثالثة أحادية رقم 274 في ملكية السيد الجرمومي جمال، حصل على ما مجموعه 81 نقطة. في المرتبة الرابعة وهج الفرسان رقم 277 في ملكية السيد ذكير عبد السلام، حصل على ما مجموعه 80.5 نقطة. في المرتبة الخامسة أحاريس حاريس رقم 266 في ملكية السيد ذكير عبد السلام،
Thank you.
في ملكية السيد أبو فارس رشيد حصل على ما مجموعه 82 نقطة. في المركز الثاني المهر رقم 318 كان دور جهاد في ملكية السيد بوعيدة عبد الرحيم حصل على ما مجموعه 80 نقطة. في المرتبة الثالثة المهر رقم 293 قابول عبدة في ملكية السيد الحلو أحمد حصل على ما مجموعه 80 نقطة. في المرتبة الرابعة المهر رقم 319 كنز جواد في ملكية السيد بن الشاوي محمد حصل على ما مجموعه 80 نقطة. في المرتبة الخامسة المهر رقم 301 كمال في ملكية السيد أدال عبد الحكيم حصل على ما مجموعه 79.5 نقطة. في المرتبة السادسة المهر رقم 326 قيس فريد في ملكية السيد الغزيل العربي حصل على ما مجموعه 79 نقطة. في المرتبة السابعة المهر رقم 300 كاهير في ملكية السيد العيدي يونس حصل على ما مجموعه 79 نقطة. في المرتبة الثامنة المهر رقم 297 كفاح فخمات في ملكية السيد مريسيدي خالد حصل على ما مجموعه 78.5 نقطة. في المرتبة التاسعة المهر رقم 313 قمر نور في ملكية السيد بن سينون دريس حصل على مجموعه 78.5 نقطة. في المرتبة العاشرة المهر رقم 323 قيس عوفات في ملكية السيد قبيصة عبد المجيد حصل على ما مجموعه 78.5 نقطة. في المرتبة الحادي عشر المهر رقم 296 قصيح في ملكية السيد مصمود حمزة حصل على ما مجموعه 78.5 نقطة. في المرتبة 12 المهر رقم 321 قادم في ملكية السيد وعريش عبد الكبير حصل على ما مجموعه 78.5 نقطة. في المرتبة 13 المهر 311 كان السيدي عيسى في ملكية السيد خمام سعيد حصل على ما مجموعه 78 نقطة. في المرتبة 14 المهر 291 كرم سافي في ملكية السيد أبو فارج راشيد في حصل على ما مجموعه 78 نقطة. وفي المرتبة 15 المهر 305 قمر أسفي في ملكية السيد جوطيت عبد الرزاق حصل على ما مجموعه 78 نقطة.